بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب المستوى الثاني مختبرات، لنا لقاء جديد هذا العام ومع مقرر جديد وهو علم المناعة، وموضوعنا اليوم حول طرق مخبرية تستخدم في الأمصال. ونبدأ بالطريقة الأولى بالإميونو كروماتوغرافي السي ديفايس، سواء كان أو كانت استريب، التقنية واحدة. ونتعرف على التقنية أولا. الديفينيشن: It is the method for serology assay depend on the produce line color for results and easy to perform it and to course. يعني الطريقة سهلة جدا ويمكن عملها، وتعتمد على ظهور خطوط في شريط الفحص، وتميز الحالة الإيجابية من السلبية بوجود خطين للفحص والمحكم الإيجابي. برينسيبل مبدأ عمل الطريقة: The device contains other antigen or antibody fixed on the filter paper. يحتوي خط الفحص في الشريط يا إما على أنتيجين للبحث عن أنتيبودي في مصر المريض، أو العكس، قد يحتوي الشريط على أنتيبودي للكشف عن أنتيجين في المريض. وأغلب حالة الديفايز هي المثبت أنتيجين، ونبحث في مصر المريض عن الأنتيبودي باستثناء فحص الحمل، وحيث يكون المثبت على الفلتر بيبر أنتيبودي، أما في العين لسواء بول أو سيرم أنتي جين اللي هو الهرمون HCG. الفلتر هذا يوضع عليه هذه المركبات أنتيجين أو أنتيبودي في منطقة التست. أما منطقة الكنترول فمثبت فيه أنتيجين مع أنتيبودي. مبدأ العمل عند إضافة العينة، وحيث الكاسة تحتوي على أنتيجين أو أنتيبودي، يقوم بالتفاعل مع النقيض من العينة منتجا خط وردي يمكن ملاحظته في منطقة التست. أما في حالة عدم وجود خط وردي في منطقة التست، يعني ذلك أن الحالة سليمة، لا يوجد فيها ما نبحث عنه، سواء كان فيروسات أو حتى بعض البكتيريا أو حتى الملاريا في الطفيليات أو الحمل، كما سنتطرق إليه إن شاء الله في موضوعنا العملي. تايبس أنواعه، وهو نوعان، إما ديفايز أو استريب، ربما يختلف في الشكل الظاهري لكن المضمون واحد. الديفايز يتم تقطير العينة بعين خاصة موجودة على الشريط أو الديفايز. أما الستريب فهو يغمر في العينة سواء كان سيرم أو كان بول في حالة الحمل. البروسيجر، الإجراءات: يجهز الشريط طبعا بدرجة حرارة الغرفة، وتجهز العينة من الملسة وسيرم أو بلازما. شريطة أن يظل تظل العينة
وكذلك الدفايز في درجة حرارة الغرفة، ومن ثم يفتح الكاسيت أو الستريب، ومن ثم إذا كان ديفايز يقطر فيه قطرتان، فبعض الشركات تطلب بفر، يمكن إضافة البفر في بعض الفحوصات وبعض الشركات إلى العينة المخصصة للعينة، ويترك الكاسيت لمدة 5 دقائق، ومن ثم نقرأ النتيجة، والنتيجة ستكون احتمالين: احتمال إيجابي إذا ظهر خط وردي في خط التست، أما الكنترول لابد من ظهور خط وردي في منطقة الكنترول، أي بمعنى خطين موجود على الديفايز الحالة إيجابية، أو عدم ظهور خط في منطقة التست وذلك يدل على أن الحالة سلبية. النتيجة كما أسلفنا ذكرها: two line in T and C positive, one line in C only negative. في C فقط لغاية ظهرت النتيجة فالحالة سلبية، أما إذا ظهر في C والT معا فالحالة إيجابية. أما عدم ظهور خط لا في C ولا في T هذا يدل على عدم صلاحية الشريط، فتغير الشركة أو حتى الفحص. وحتى إذا ظهر في التي ولم يظهر في الكنترول يدل ذلك برضو على عدم صلاحية الشريط. إذن عدم صلاحية الشريط في حالتين: إذا لم يظهر خط أبدا، أو إذا ظهر في التي دون أس. Interpretation of result present disease in single line, absent disease in single line. وجود خطين في الشريط يدل على وجود إصابة أو حالة إيجابية يمكن إطلاق عليها، أما في حالة وجود خط واحد فقط لا خير وهو في منطقة السي نقول على الحالة سلبية. هذه تفسير النتيجة. هنا معانا طريقة للكشف عن السيفيليس: detection of the syphilis. The device contains antigen and serum or plasma contains antibody. هذا الكشف عن السيفيليس بوجود أنتيبوديز في مصل أو بلازما المريض، وهي طريقة طبعا حساسة ودقيقة لأنها تكشف مباشرة عن الأورغانيزم اللي هو تريبونيما بليديم. الطرق طبعا السابقة اللي كانت تستخدم مثل الـ RBR والـ VDRL طرق طبعا معقدة ومكلفة وغير دقيقة، وكلاهما تبحث عن الكارديولايبين، وشرحنا ذلك طبعا في الترم الماضي. الطريقة هذه يمكن تستخدم كمان في detection of the pregnancy، الكشف عن وجود الحمل. بالطبع في الديفايز مثبت في منطقة التست أنتيبودي، ونبحث عن الأنتيجين اللي هو الهرمون السي جي في السيرام وإلا في البلازما. وأسلفنا الذكر في إجراءات الفحص بالنسبة للسيفيليس والبريغنانسي في استعراضنا السابق لطريقة الديفايز والستريب. يمكن استخدام كمان هذه التقنية للكشف عن أنتي هيباتيتس سي فيروس، وبالطبع المجهول سيكون الأنتيبودي، أما الأنتيجين سيكون مثبت على التي في
الديفايز، والعين سيرم أو بلازما كانت محتوية على أنتيبوديز أجنست HCG، فالتفاعل سيظهر واضح وقلي في منطقة التست باللون الوردي. ما دون ذلك الحكم على الفحص أنه سلبي إذا لم يظهر في التي لاين. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في لقاء قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.